يقول أنا شاب عندي صرع، خطبت مرتين، وعندما أصارح أهل خطيبتي بمرضي يفسخون الخطبة. أنا الآن مقبل على ثالثة ولا أنوي أن أقول لهم عن مرضي، فهل في ذلك من ذنب؟ الذنب أن تخفي العيوب التي بها يفسخ النكاح الزواج. وإيه العيوب دي؟ قالوا العيوب دي تتمثل في المرض المعدي، يبقى الواحد اللي عنده إيدز لازم يقول. الإيدز ده أنواع، منه ما ينتقل ومنه ما لا ينتقل، لكن هو معدي يبقى لازم يقول. منها الأمراض الجلدية المعدية لازم يقول، يبقى كل معدي. مش هنقعد بقى ايه نشوف قائمة الحاجات المعدية ايه، انت تعرفها بقى من طبيبك الخاص او من مجلة زمان قفلت دلوقتي اسمها الدكتور، تروح اخويا الكتب دي وتروح تراجعها. ماشي حلو، يبقى كل معدي لازم اقول. طب ولو ما قلتش يبقى ده تدليس في الزواج. نمرة اتنين الأمراض العقلية كالجنون والعتة، لازم الطرفين يصرحوا بعض، يقول له والله البنت دي مجنونة، قبلتها على جنانها كان بها، ما قبلتهاش خلاص. طب لو قالوا اتجوزوا خلاص يبقى ليها كل حقوق الزواج وهيترتب عليها كل حقوق العقد. نمرة ثلاثة قضية الاتصال بين الزوجين، لو كان فيها خلل يبقى ما ينفعش. إذن الثلاث حاجات الكبار دول ما فيهمش مثلا إنه ما بينجبش، لا ده ملوش دعوة بالزواج، ما اتنين أصحاء 100% ومش هينجبوا، واخد بالك؟ أو إنه عنده حاجة عصبية زي دي، صرع. الصرع لا يمنع من الزواج ولا من مقتضياته ولا من النفقة ولا من العمل ولا من أي حاجة، ده بؤرة في المخ بتصيبها كهربا زيادة كده فبيغمى عليه وبيقوم، وإلا يبقى إن شاء الله ما حدش هيتجوز، وإن شاء الله كل واحد عنده حاجة الأذن الوسطى ولا عينيه بتدمع ولا كذا يبقى مش هيتجوز. طيب السؤال، الحاجات دي التلاتة ما يتعلق بالاتصال بين الزوجين وما يتعلق بالعقل وما يتعلق بالعدوى، افرض انها جدد بعد الزواج، قال لا ما تفسخش العقد، يعني اذن ما هي هي بقى. لكن لو كانت مدلسة قبل الزواج، قبل الزواج قلت يا جماعة انا عندي جنان وعندي حاجة معدية وعندي عجز، قالوا لي لا وماله وماله ما يجراش حاجة، اتجنن زي ما انت عايز، ايه خلاص الزواج صحيح وما ينفعش يرجعوا في الكلام بعد العقد. لكن خبيت، افرض انه كان في طرف البنت ترد المهر ويحصل الفسخ، لكن ما همش في الثلاثة دول يبقى الزواج صحيح. التلاتة دول حصلوا بعد الزواج، الزواج صحيح، مفيش تدليس ومفيش ضحك على الناس. طب إذا حصلوا بعد الزواج وطلب طرف، طبعا الراجل هيطلق، طب والست هل لها طلب الطلاق؟ نعم،
ليها طلب الطلاق لأقل من هذا، ليها طلب الطلاق لأقل من هذا. إيه اللي أقل من هذا؟ ما بيغسلش سنان، ما بيستعملش الفرس، ومقروفة منه وشايفاه قدامها زي القرد. هنعمل ايه طيب؟ خلاص قفلت. يبقى القاضي يطلق لأسباب من مثل هذا، لأنه الناس فاكرة إن المسلمين دول جماعة من الهمج، وإنهم يعني إيه الدنيا تسود وبيسودوا الدنيا في وش الست من دول ولا المرأة. مش حاصل ده، كله ده دجل، كله ده دجل. إنما الحقيقة إن إحنا منظمين، يعني ماشيين دولة عدالة، دولة قضاء، دولة رؤية لاحترام العقود واحترام الأسرة، دولة ارتكاب أخف الضررين. إحنا ناس حلوين لأنه القواعد بتاعتنا هي قواعد الإنسانية العليا.